السلام عليكم خوتي. الحاجات من نقطة تنصرفن. أنت هالجوني وأنا تندور في أربعة. يا معليش. السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا كرهبة كما يقولوا توصل. توا أنا خايم متحبش نطلع. متحبش تطلع. تطلع. أخونا أيمن من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. جابنا الطوموبيل تاعو هذه ديجا قد عندها من 270 ل 470 تو بدلنا لها سوبابا وشان الحمد لله سوبابا وشان راهي اليوم مازال تمشي وشنو هو درك ولات فيها كونسوماسيون دويل ومن هنا ضرب خباسو في جداسو كما يقولوا هما ولا واش دار شرى لها موتور كامل جبت له موتور كامل بما يبقاش طالع هابط للزايد هاو كما يقولوا هما باكو حتى من البوجيات راهم فيها البوجيات سنشعلوا الفلاش ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت البوجيات لداخل لاشين اللي فيه شوف رولي ماهيش صايل هاي كما كتشوفوا فيها في الصندوق موتور في الصندوق مازال ما ركب ما تنحات له كغت ما والو دبلي في بيه بالكارتير بكل شيء هذا راح نركبوه بربي ان شاء الله نركبوه لها او حتى الفلتر الويل تاعها هو معاه ها هو الفلتر الويل وين يجي لوطا هو الواحد تاع الفلتر الويل هذا يركب هنا ويركب فيه الفلتر الويل الفلتر تاع الزيت معاه بعد يعني غير ركبوا فولو موتور تاعها وخلاص دركا رايحين نعملوا ربي ديمونطيوه وكون فيها خدمه شويه كبيره هو بتجينا شويه سهله تعرف شو نحيلك هذا يساعدنا شويه باش نجمو نخرجوا الموتور به بالادميسيون تاعو فهمت دوك نحيو لي سبيكلاس ونحيو الموتور تاع سبيكلاس ونحيو التحديده اللي من تالي هذه كما يقولوا هما اللي من تحت اللي من اللوطه نحيوها باش يجينا الموتور شويه سهل في الخرجه تاعو نحيو كيف كير الكاتاليزر بيجينا يقد منا الموتور ونجمو نجبدوه بربي ان شاء الله كامل هذا هو دركا بعد ما نبدلو الموتور فيها ان شاء الله كي نجيو نوضوه نعمل لكم فيديو عليه ان شاء الله وكون فيها خدمه بزاف دونك تولي اوبليجي ما نجموش نديرو فيديو نقعدو حاكمين اشاك فوا فيديو دركا بربي ان شاء الله دركا نفرغ لها الماء راح نبدلو لها حوايج بزاف هذه حتى البومبا تاع الدريكسيون قلت لي البومبا تاع الدريكسيون ناخذ واحدة ولا نبدلوها هنا ناخذ واحدة معنا ناخذ واحدة معليش تو نشوفوا بعد كيف نديروا اسكو نبدلوها ولا واحد وانا اللي ديريتو سي نبدلوهم حصل حوايج بزاف رايحين نبدلوهم دوك ندخلوها الكراج ان شاء الله ونتعاملوا على ربي موتور هبط رايحين لي زاكسسوار تاعو كل شغال الفلتر تاع الزيت برك عندنا زيت كراس بدا يوضر الزيت من هنا الدي بي تاعو انا درت سيلندر هذا لي بريمي و لي كاتريام هما لي يطلعو الزيت كما كي يكونسومي الزيت في الموتور نركبو في لي زاكسيسوار نحيط له كلش تاعو هذا نركبو فيهم في الجديد لي زاكسيسوار تاعو ركبت فلتر الويل ركبت لي غورجون تاع لا بيب ميسيون لا بومبا او دركا حركب الفولوموتور الفولوموتور كيما راكم تشوفو من هنا عندو السنين تاعو فسدو الجهري واش نعملو له كيماك نقلبوه قلبنا له السيرسو تاع وني ضرب البنديسك تاع الديمارير باسكو السنين الجايه هذه بدات تموت
نعملو نبدلو نقلبو الرسيسو تولي جهه لاباس على هادي هاي تولي جديده خلاص. هذا هو دوك نركبوه ان شاء الله. تبقى لنا رولمون الموتور دوك نجيبو له وحده ان شاء الله. كاين ديفو كي جيو نركبو وحده تاع الكليماتيزر عندنا تروزيام بولون ما يطيحناش نشوفو فيه من هنا. هاكا الترو تاعو دوك نشاركم الفار فوالا يجي هارب بواحد نص سنتيم يطيحو هادو فوالا هاهو هاكا قد قد هاهوكا نحاولو نطيحوه هاهوكا هارب واحد نص سنتيم الترو. وعلى جاي هارب واحد نص سنتيم باسكو كي تشوفو في السيبور هذا تاعو لي من الفوق وهذا تاع التحت هذا عندنا شغل نص سنتيم درجة لهنا ها بس في الدوريجين ها ميت ميت مع الواحد ما عندوش درجة ها وهذه كيف كيف قصير على هذه. دونك واش راح ندير لهنا راح ناكلو بلامال بنطيح له تروزيام بولون هذا باه من بعد الكليماتيزر ما يجيناش خارج دونك خرجنا السيبور تاع الكليماتيزر بنص سنتيم حتى الكليماتيزر راح يجي قد منا بنص سنتيم. حنا ماذا بينا نطيحوه قد قد مالقري شويه فيه اشكال بصح بربي ان شاء الله نطيحوه. ركبتو كليت فيه باللامال هاكا هو هذا كيف البولون هذا طاح هو مسيري ما زلت ما سيريتوش عطيني هاو مسيري درك سيريتو هاو في ثلاثة راكبين مسيريين درك سيبور درك يطيح في بلاصتو بصح راه نعاود نحيه حتى نركب الموتور في بلاصتو باسكو يقدر يجيني من بعد في الدخلة تاعو في كي نحطو في وسط الطوموبيل. هذا هو بون حتى السيبور تاع الكابل ديال تاع لي شابون ما يطيحش يطيحوا لي الترو تاعو بصح السيبور هذا في الدوريجين يجيو رقاق لي الترو تاعو وسعنا فيهم. هذاك لي ديفو اللي كاين في الموتور هذا يا بركه اللي ما على واش كيكون مع سبارك كرياتيف واش يكون في الصايل يقدر يطيح شكرو لي بولو طيح بال14 بصح في الكرياتيف في الدوريجين ام بالدوز بالدوز دوك نعطيك نتاعها بالدوز.